فرحان بزاف انني كاين في اللائحه ديال الرياضيين ديال المرصدور ديال هذه السنه ديال 2016، وان شاء الله كنتمنى انني نفوز بها. يعني غات الى في السباق تحفزني باش تكون هذه السنه ديال 2017 مليئه بانجازات ان شاء الله. بالنسبه للاستعدادات النزال الثاني يعني استعدادات راه جاريه دابا مع المدرب ديالي، يعني تقريبا شهر افريل يعني نهار 15 ونهار 22 تكون عندي اول مقابله، ثاني مقابله ليا، وان شاء الله كنتمنى نفوز بها ان شاء الله.